والله يا حضرات احنا كان الود والدنيا نبتدي معاكم حلقتنا النهارده بجمله لهواند المعهوده صباح النصر، بس بما انها مش مكتوبه لنا وهنتكلم النهارده اكيد وباستفاضه في انها ليه مش مكتوبه لنا وعشان ايه مش مكتوبه لنا، فاحنا هنمشيها صباح الفل عليكم واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده وعشرة صفحه في الاهلي. صباح العسل. اه خير يا كريم، اتفق معاك طبعا، كان نفسنا نقول صباح النصر زي ما احنا متعودين وزي ما الاهلي معودنا، ولكن بتحصل. صباح الخير وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي ونهايه خلاص الاسبوع. بس قبل ما نبدا يعني وننوه ونقول اخبارنا النهارده، خليني بس اقول ان النهارده 22 يعني سبتمبر، ففي حدثين مهمين جدا. الحدث الاولاني ان احنا داخلين خلاص، او النهارده اول يوم لفصل الخريف، بنودع الصيف تماما الحمد لله، يعني ده بالنسبه لنا. الحاجه الثانيه النهارده عيد ميلاد كريم، فلازم اكيد اكيد لازم نقول لك كل سنه وانت طيب يا كريم، ودايما بصحه ودايما بنجاح يا رب. وسنه ونص اهي مع بعض في 10 الصبح، بس الحمد لله سنه ونص ناجحه جدا الحمد لله رب، ولسه باذن الله ربنا يخليكي ما تحرمش منك وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. ما كنتش متخيل ان عمري بيجري للدرجات دي. انت 60 دلوقتي ولا كام؟ لا بقول لك عمري في حياتي ما تخيلت ان ممكن اوصل لسن 26 سنه بالسرعه دي. يعني بجد والله كده كده يعني سبحان الله سبحان الله، العظمه كبرت يا ست الكل. لا لا انا بهزر طبعا كريم، ما وصلش 50 حتى. ونسيها انا وانت ربنا يخليك. طيب احنا النهارده اكيد كالعاده هنتكلم معاكم في كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي وبصفه خاصه مباراه الامس، وكلمه بصفه خاصه لان امبارح شفنا اداء وشفنا مباراه ما كناش متوقعينها قوي، وشفنا اداء لا يرتقي لامكانيات لعيبه النادي الاهلي والامكانيات المدير الفني للنادي الاهلي والامكانيات مش الامكانيات بقى كمان، ولا تتماشى مع فكره ان اللعيبه ما لهمش حق، وان احنا امبارح شفنا ماتش ما كانش حقنا نشوفه لان الناس دي مش ناقصها حاجه بالمعنى الحرفي. انا بتفق معاك، مش عارف ايه اللي حصل. انت عندك كل اسم من اسماء فريقك، كل اسم على حده تقيل، والنادي الاهلي والجهاز الفني وكل حاجه مفروض موفره يعني كل سبل النجاح. فكل حال هنتكلم في الفقره الثانيه، بس خلينا نوقف بدايه فقره اولى النهارده. هيكون معانا كابتن محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسنج عن تتويج منتخب مصر كيك بوكسنج بالبطوله العربيه والافريقيه، وده خبر اكيد يسعدنا كلنا. والفقره الثانيه هيكون معانا كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق، وهنتكلم بقى في كل حاجه وهنشوف كمان اللي جاي باذن الله ربنا بقى يكتب لنا فيه النجاح دايما زي ما احنا متعودين مع الاهلي. امبارح كل الاهلاويه للاسف الشديد بيتين متعكنين، لان طبعا بدايه كده بكل روح رياضيه اكيد الف مبروك لطلائع الجيش حصولهم على اول لقب في تاريخهم على الاطلاق، وامبارح لعبوا مباراه قويه بطبيعه الحال. عايزين نقول ان ده ماتش، اصل في ناس بتقول ايه، بتقول ما معناه يا عم خلاص بقى انسى، خلاص اللي حصل حصل وانسى. لا، ساعات في حاجات ما ينفعش تتنسي، لما يكون عندك اخطاء في التمركز، لما يكون عندك مشكله في انهاء الجمل الهجوميه، لما يكون عندك، لا هنتكلم باستفاضه فعلا زي ما نهواند بتقول مع حضراتكم اكيد في الجزء الثاني من حلقه النهارده، بس عموما لما يكون عندك اخطاء لازم تتعلم منها، ومش بس تتعلم، تتعلم وتصحح وتعالج الحاجات دي قبل ما نبتدي الموسم الجديد للدوري، وكمان قبل ما نبتدي مشوارنا الافريقي. ليه؟ لان النادي الاهلي نادي كبير، والكبير لازم لما تحصل له كبوه او لما يبقى عنده اخطاء ما لازم يسعى جاهدا لتصحيح هذه الاخطاء ومعالجتها باسرع وقت ممكن، ولازم نعمل الكلام ده بسرعه عشان نلحق نحصد كل بطولات الموسم الجديد ان شاء الله. انا بتفق معاك، ولو هنتكلم تحديدا عن كابتن كريم يعني عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، هنقدر نقول ان هو بصراحه يعني بصراحه شديده نجح ان هو يجبر لعيب الاهلي على طريقه لعبه، يعني امبارح احنا شفنا المشهد كده بصراحه، قفل خطوطه ووصل بالمباراه للي هو عايزه، ركلات الترجيح اللي احنا من البدايه كنا امبارح بنتكلم ان فريق طلائع الجيش عايز يوصل ليها ووصل ليها. طبعا لازم نقول ان محمد الشناوي اكيد حارسنا، محمد بسام برده حارس طلائع تالقه حقيقي في التصدي، ولكن كان عندنا او هنتكلم عند لاعبتنا احنا تحديدا، كان في وظاهر كده بالعين المجرده في تشتت، في تشتت في التركيز شويه كده. يعني لو هنتكلم ماشي، خلينا ندي مثال كره بنون مثلا، محمد شريف هي ازاي بتتصد بالسهوله دي؟ عشان يعني عشان هو المفروض بقى نسال ازاي تتشاط بالبساطه دي اصلا، الشيء ما ده خلاها تصد، ما هو السبب ان هي اتلعبت بطريقه حاجه يعني صعب جدا. يعني احنا حقيقي محتاجين نعيد ترتيب اوراقنا قبل بقى لما بنتكلم في انطلاق الموسم الجديد، وهنتكلم برده في كل التفاصيل دي في الفقره الاخيره، نحدد نقاط الضعف، القوه، طرق معالجتها، الفتره اللي جايه هيبقى شكلها عامل ازاي، يعني كل ده خلينا برده ناخره شويه للفقره الاخيره، لان لازم هنتكلم، وفي كلام كتير جدا وملفات
برضو ونقاط كده عليها علامات استفهام. ان شاء الله خير بس في الفقره الاخيره. كمان يعني جدير بالذكر ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف على قطاع كره القدم قرر خصم مبلغ 300,000 جنيه من كل لاعب في الفريق الاول، وخصم 300,000 جنيه من مدير الكره وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب مختلفه من بقيه اعضاء الجهاز الاداري والطبي وفقا لرواتبهم. ده طبعا اكيد بعد اداء الفريق في مباراه السوبر اللي لم يكن يتناسب على الاطلاق مع القدرات الفنيه الكبيره التي يمتلكها هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني والاداري والطبي. يعني استكمالا برضو للخبر اللي انت اتكلمت فيه، كمان كابتن محمود الخطيب قرر اتخاذ بعض الاجراءات الاخرى في ذات الاتجاه لحين بقى عوده كل عنصر، هنا بنتكلم لتقديم المردود اللي بيستحقه النادي وجماهيره. يعني ربما البعض بيرى ان هو ده القرار السليم، وربما البعض يرى ان يعني كان المفروض ده يتم من زمان، وربما البعض بيرى ما كانش ليها داعي. كل واحد حر في رايه، بس اللي بيتم على الارض ده اعتقد في الاول وفي الاخر الجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب على درايه بيه جدا. يعني قرار زي ده لازم اكيد ان هو يعيد تاني كده، نتكلم ثوابت النادي الاهلي، وظل كمان الدعم الكبير اللي احنا بنتكلم عنه اللي بيتم وتوفيره لمنظومه الفريق الاول لكره القدم. حقيقي احنا محتاجين بقى ان هو يصل بيته محاط الاهلي وجماهيره. فيعني قرار ممكن يكون فعلا محترم جدا وصائب جدا، وهنشوف مردوده باذن الله يكون ليه مردود ايجابي على الملعب او على الارض، لان يعني معرفش المشهد ما كانش حلو امبارح حقيقي. ده اللي نقدر نقوله. وعشان يعني الدعم اللي انت بتتكلمي عليه ده اللي خلاني قلت من شويه ايه، ما لهمش حق يعملوا كده. يعني ما كانش ده المتوقع وما كانش ده المنتظر، لانه لا يتماشى مع حاجات كتير قوي. طبعا بعيدا بقى عن يعني الرؤيه الفنيه او التحليل لمباراه الامس، برده من الامور اللي كانت ملفته اكيد للانتباه في المباراه حرص كل اللاعبين لعيبه الاهلي وطلائع الجيش على الوقوف دقيقه حدادا على روح سياده المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله عليه قبل انطلاق المباراه. ارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء وفقا للاجراءات التنظيميه اللي اعلن عنها اتحاد الكره قبل انطلاق المباراه، وكان النادي الاهلي كان تلقى خطاب من الاتحاد المصري لكره القدم ليفيد بالغاء اي مظاهر احتفاليه في بطوله السوبر المصري وارتداء شارات سوداء لكل اللاعبين لاعبي الفريقين على ان تقتصر المراسم على تسليم الكاس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفرقتين. طبعا يعني كلنا اكيد في حاله حزن على وفاه واحد من قاده اكتوبر، هو قائد مخلص لهذا الوطن والحقيقه ساهم وبمنتهى القوه والفعاليه في انقاذ البلاد من الانهيار في وقت من الاوقات. الاهلي طبعا كان نعى امبارح رحيل سياده المشير طنطاوي، ربنا يتغمده بواسع رحمته، وطبعا مصر في حاله حداد. خلينا ننتقل لبقى الكره العالميه ونروح تحديدا للاعب البولندي المتالق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الالماني اللي فاز بجائزه الحذاء الذهبي، بنتكلم كونه افضل هداف في اوروبا الموسم 2020-2021. كان سجل بالموسم الماضي كام يا كريم؟ 41 هدف في الدوري الالماني، محطما بذلك بقى او بالرقم ده يعني الاسطوره جارد مولر اللي هو كان 40 هدف اللي حققه برده تقريبا من 50 عام، وتوج ليفاندوفسكي هنا بالجائزه متفوقا على ليونيل ميسي اللي فاز او توج بالجائزه دي من قبل كده يعني 6 مرات، واحتل المركز الثاني برصيد 30 هدف. كريستيانو رونالدو بقى في المرتبه الثالثه ده برصيد 29 هدف. فيعني حلو اللي بيحصل برده طبعا يعني فاللي بيتابع برده الكره العالميه سواء بقى يعني الدوري الانجليزي او الفرنسي او الالماني او غيره او غيره، كل ده برده متعه. يعني انت بتشوف وبتقارن بتاخد فكره وطرق اللعب والتاكتكس والكلام ده كله، بيبقى فيه فروقات كبيره ولكن برضو بتبقى متعه مختلفه. وبعدين اصبحت الامور اكثر تشويقا بعد التنقلات المتعدده الفتره الاخيره ما بين كريستيانو رونالدو وما بين ميسي ومين هيروح فين، في تعطش كده انك تعرف مثلا الدوري الفرنسي رايح فين مع باريس سان جيرمان والتعديلات الاخيره والصفقات اللي لا ازاي والله ما راح قوي. يعني انت عندك فريق، ده انت عندك كتيبه اعداد باريس سان جيرمان، يعني الناس كانت مبارياتهم هتبقى ضرب نار، هينزلوا يولعوا بالمعنى الحرفي في الفرق المنافسه. مش قوي زي بالظبط برضو مانشستر يونايتد بعد انضمام كريستيانو، البعض قال خلاص ما فيش مباراه يعني هيخسرها، ولكن برضو حصل تعثر في ماتشات يعني بتحصل، هنشوف. وعشان نتاكد من صحه كلامنا هواند اللي قالت ان النهارده هي البدايه الرسميه لموسم الخريف، قلنا نتاكد بقى من المصدر الرئيسي المنبع المنطقي بتاعنا دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. كله كريم استاذنا هواند، اهلا بيكم يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اولا لاحظنا كده تغيير في المسمى الوظيفي فنقول مبروك ولا دي تهيؤات؟
الله يبارك في حضرتك. مش كده برضو؟ في ترقية ما حصلت يعني. ترقية. مليون مبروك يا فندم عن جدارة واستحقاق، حضرتك تستحق كل خير الحقيقة. أولاً سعداء بوجود حضرتك معانا بعد فترة كنت غايب عننا، وعايزين بقى نعرف من حضرتك حالة الطقس المتوقعة الفترة دي. كنا بنقول الهواندة كانت بتقول من شوية إن النهاردة فعلاً هي البداية الفعلية لموسم الخريف. بالفعل طبعا النهاردة البداية الجغرافية والحقيقية لفصل الخريف اللي بيستمر معنا 3 شهور، بيبدأ من النهاردة 4/22 سبتمبر ويستمر معنا لغاية إن شاء الله 21 ديسمبر مع بدايات فصل الشتاء. طبعا خلال الثلاث شهور دول عشان هو فصل انتقالي من الصيف للشتاء، ففصل الخريف بالفعل بيكون فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، بنلاقي تغيرات كتير في فصل الخريف، أيام كثيرة بتكون فيها تقلبات جوية وحالات من عدم الاستقرار، موسم بداية موسم الأمطار الحقيقية على جمهورية مصر العربية، وبتصل الأمطار أحيانا في بعض الحالات لحد السيول على المناطق الجبلية سواء في الدينة أو سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب مصر. بدايات فصل الخريف الحمد لله بادئ النهاردة لسه في إلى حد ما أول يوم بيميل شوية لدرجات الحرارة بتاعت فصل الصيف، ولكن إن شاء الله هنستشعر انخفاضات ملحوظه بدرجات الحراره الايام اللي جايه، خاصه طبعا بدايه من يوم الجمعه. بكره في انخفاض في الحراره بس هنستشعره اكتر بكره بالليل والجمعه ان شاء الله، مع بدايه كمان لفرص وظهور سقوط امطار هتكون على السواحل الشماليه والوجه البحري. هتكون بكره اخر النهار على بالليل كده تبدا فرص الامطار، الامطار من خفيفه المتوسطه هتكون غير مؤثره برضو على الانشطه اليوميه، لا يعني حتى لو هتاثر. والله يا دكتور محمود احنا حابين ده جدا. حضرتك شفت يعني خدت بالك، انا سعيده جدا، رسمت السعاده على وش نهواند بكلامك عن الامطار يا فندم. حضرتك قاعده سعيده جدا. طبعا الحمد لله والله. لا بجد يعني حقيقي فصل الشتاء كده الروح بترجع، يعني الواحد بيعرف يتنفس، جو جميل، يعني بردنا نتدفى، مش لازم بقى لو فاهم في فرق. لا في فرق يا دكتور محمد. طبعا الهواء مختلف. وحضرتك بتحب الصيف ولا الشتاء فعلا؟ إيه لا انا معروف انا ما بحب الشتاء يعني. كلام محترم. اصبحنا رابطه يعني محبي وعشاق الشتاء. الهواء نفسه بيبقى مختلف يعني. يعني سكان القاهره اعتقد من السكان اللي بيفضلوا فصل الشتاء عن فصل الصيف، طبعا الزحمه اللي في القاهره صحيح. والعوادم السيارات والتلوث في القاهره، الامطار الى حد كبير بتنقي وتنظف الهواء من كل ده، عشان كده الناس الى حد كبير بتحب امطار فصل الشتاء. يعني احنا بنقول ان القاهره ممكن تشهد بعض من فرص الامطار الخفيفه في حركه المنخفض الجوي من الجمعه من الخميس بالليل للجمعه الصبح، حاجه كده على بعض مناطق من القاهره ممكن تمتد زي ما قلت لحضراتكم من فرص الامطار، ولكنها تكون خفيفه ان شاء الله برضو، ممكن تكون غير محسوسه لدى الكثير من السكان لانها مش هتبقى في معظم مناطق القاهره. جميل جدا، ألف مبروك. مبروك يا دكتور محمود علينا، كل سنة وإحنا جميعا بجد بخير وإن شاء الله يعني يعدي على خير بس الله. ويعدي أهم حاجة موسم الخريف وموسم الشتاء بدون أي خسائر في الأرواح إن شاء الله، أو خسائر مع سقوط الأمطار في بعض الأحيان اللي بتكون غزيرة بالفعل بإذن الرحمن. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود شهير، نورتنا كالعادة. أهلا بيك، صباحك ولا على حضرتك. إيه أنا بقول فاصل، معرفش أنت ظروفك إيه. يلا فاصل سريع. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ بقى ونروح النادي الأهلي عشان نتعرف على يعني الفرق المختلفة والأنشطة هناك. مراسلتنا سالة حامد متواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا سالة صباح الخير، بونجور عليكي وعلى كل المشاهدين سامعينك، خلينا نعرف منك آخر المستجدات الخاصة بالنادي الأهلي، تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند حاليا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان طبعا لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي طبعا في البدايه بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده طبعا مستر بيتسو موسيماني، ومعد مباراه امس مباراه السوبر. يمكن قرر مستر بيتسو موسيماني ان اللاعبين يعني يفضلوا في معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية طبعا استعدادا للمباراة القادمة. يمكن كمان قرر انه اللاعبين يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. النهارده ان شاء الله يعني وجبه الافطار بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هتبتدي في تمام الساعه 11 صباحا، والتمرين ان شاء الله هيكون الساعه 1 بعد الظهر على نفس طبعا الملعب اللي بيتمرنوا عليه دايما لاعبي النادي الاهلي هناك في مدينه الاسكندريه. وان شاء الله يعني هيستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه امام انبي يوم السبت المقبل في دور 16 من بطوله كاس مصر، واللي ان شاء الله يعني هتكون في تمام الساعه 7 مساء على استاد اسكندريه.
ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. كمان خلينا نتكلم شويه عن جميع الالعاب الاخرى، وهبتدي بالفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده طبعا مستر اجاستي بوش. ويمكن امبارح يعني بعد لاعبي نادي الاهلي نهاوند، خليني اقول لك انه جميع اللاعبين والجهاز الفني خضعوا لمسحه طبيه عشان طبعا يعني يتاكدوا من سلامه جميع اللاعبين، انه ما فيش لاعب يعني لا قدر الله مصاب بفيروس كورونا. ويمكن دي من ضمن الاستعدادات يعني للاعبين والجهاز الفني قبل بدايه وانطلاق البطوله العربيه اللي ان شاء الله هتقام يوم 29 من الشهر الجاري في مدينه الاسكندريه، واللي هيستضيفها ان شاء الله نادي الاتحاد الاسكندري. ويعني خليني افكر الساده المشاهدين انه 20 فريق هيشاركوا ان شاء الله في البطوله العربيه، منهم بس اثنين يعني فرقتين بس من مصر، هيكون فريق الاتحاد الاسكندري المستضيف للبطوله والنادي الاهلي. كمان النهارده يعني الفريق الاول لكره السله عندهم مباراه مهمه مع نادي مصر التامين، ودي هتكون مباراه السيمي فاينل في منطقه في بطوله منطقه القاهره. طبعا بعد ما يعني لاعبي النادي الاهلي حققوا نتيجه ايجابيه واداء يعني قوي خلال الفتره الماضيه في الخمس مباريات اللي كانت موجوده في المرحله الاولى من بطوله منطقه القاهره، فنادي الاهلي يعني تاهل لمباراه السيمي فاينل النهارده، وهيلعبوا المباراه يعني مع نادي مصر التامين في تمام الساعه 8 مساء على استاد صاله استاد القاهرة. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة السلة. بالنسبة بقى للفريق الأول لكرة اليد رجال طبعا تحت قيادة الكابتن طارق محروس، يمكن النهاردة إن شاء الله يعني نهاوند وكريم اللاعبين هيسافروا، يمكن سافروا يعني من حوالي ساعة ونص لمدينة الإسماعيلية عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي الزمالك. كمان النهاردة يعني بعد ما يوصلوا للإسماعيلية إن شاء الله عندهم تدريب في تمام الساعة 4 مساء على نفس الصالة اللي هيكون عليها المباراة، صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، طبعا عشان يعني اللاعبين يدخلوا في أجواء المباراة ويتعودوا على ملعب المباراة عشان طبعا يحققوا نتيجة إيجابية، فهيتمرنوا على نفس الصالة. ويعني إن شاء الله المباراة بكرة هتكون في تمام الساعة 4 مساء على نفس الصالة، صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كمان هيغيب عن المباراة بكرة إن شاء الله أمام الزمالك عمر خالد كاستيلو ومحسن رمضان، لأن هم لسه يعني في فترة العلاج. يعني عمر خالد كاستيلو طبعا الإصابة اللي تعرض لها في عضلة الضمة، ومحسن رمضان بكسر مضاعف في كوع اليد، الاثنين يعني لسه ما زالوا في فترة علاج، فخلاص يعني هيغيبوا بشكل رسمي عن مباراة غد. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان امبارح يعني الفريق الاول لكره اليد سيدات تحت قياده طبعا الكابتن يحيى يوسف كان عندهم مباراه مهمه ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره امام نادي هليوبلس، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 44-12. ولكن يعني الكابتن يحيى يوسف بعد النتيجه الايجابيه دي قرر انه اللاعبين يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، فالنهارده ان شاء الله يعني لاعبات النادي الاهلي عندهم تمرين في تمام الساعه 6 مساء، وكالعاده على نفس الصاله دايما بتمرنوا عليها، صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. يعني طبعا يا نهاوند وكريم كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي طبعا في جميع فروعه. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا نهاوند، طبعا تفضلي. احنا هنشكرك جدا على هذه التغطيه سلا، شكرا ليكي. يلا بينا بقى حضرات على الصحافه العالميه والمحليه والاقليميه، ونشوف زميلتنا العزيزه مريم سميح مجهزه لنا ايه من هذه المانشيتات اللافته للانظار. مريم المتواجده في مقر بوابه نيوز، صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز. بس قبل ما نبدأ أي حاجة يعني عايزة أبدأ كلامي وأقول لك كل سنة وانت بألف خير يا كريم، وعقبال مليون ألف سنة إن شاء الله. طيبة، ربنا يخليكي، ميرسي، ما تحرمش منك ومن ذوقك، ربنا يخليكي. خلينا دلوقتي نتجه لأبرز العناوين الصحفية اللي هتكون معانا النهاردة على مدار جولتنا الصحفية. البداية من موقع اليوم السابع، رابطة الأندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لانتخاب الرئيس والنائب. تعقد طبعا رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة، ويضم رئيس الرابطة والنائب وأيضا الأعضاء، بعدما أصفر طبعا اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.
طبعا يعني أضاف التقرير أو كمان ذكر الأسامي والأعضاء الذين تم تزكيتهم، هم عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، وعماد متعب. فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا ترشيح كل من اللواء صفي الدين طبعا محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة. وأكد شريف صالح عضو رابطة الأندية المحترفة للدوري المصري أن تشكيل الرابطة الجديد الجميع مستبشر به خير كثير طبعا، والعمل لصالح الكرة المصرية. كمان أضاف أن الرابطة يعني لن تستعين بخبراء من خارج مصر نهائيا خلال الفترة المقبلة، وكمان قال أن هم لديهم الكثير من الخبرات باللجنة مثل أحمد دياب وعامر حسين وثروت سويلم، والجميع مستعد للعمل بكل جهد لصالح الكرة المصرية. من موقع الشروق علي زين: أحاول التأقلم بسرعة مع ياد برشلونة وهدفي التتويج بالألقاب. أكد طبعا علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي برشلونة الإسباني أنه يحاول التأقلم سريعا في النادي الكتالوني، وقدم برشلونة أمس الثلاثاء بشكل رسمي طبعا صفقاته الجديدة، وطبعا كان في مقدمتهم علي زين. كمان يعني يمكن من ضمن هذه الصفقات كان ميلفن ريتشاردسون وأنجل فرنانديز، كمان يعني كان الاجتماع أو المؤتمر الصحفي بصحبة سولي مدير قسم كرة اليد بالنادي، وبدأ علي زين طبعا يعني كلامه وقال إن هو بدأ مسيرته مع برشلونة بالتتويج بلقبي كأس السوبر الأسباني وكأس السوبر كاتالونيا. وقال كمان علي زين: أحاول التأقلم بشكل سريع كمان مع برشلونة، فأنا سعيد للغاية لوجودي هنا مع هؤلاء اللاعبين العظماء، وطبعا كوني أول مصري يلعب هنا هو أمر جميل للغاية، ويسعدني أن أكون قادرا على تمثيل بلدي، لكنني سأكون أكثر فخرا إذا تمكنا من الفوز بالألقاب. من موقع الشرق الأوسط: بداية نابولي المثالية تمنحه الصدارة الإيطالية بالعلامة الكاملة. طبعا واصل نابولي بدايته المثالية باكتساح يعني على أودينيزي بربعية نظيفة في ختام المرحلة الرابعة للدوري الإيطالي لينتزع الصدارة منفردا وبالعلامة الكاملة. حقق كمان يعني النادي الجنوبي انتصاره الرابع تواليا، واستفاد فريق المدرب لوسيانو سباليتي على أكمل وجه من تعثر ميلان أمام يوفنتوس بنتيجة 1-1، وخسارة روما ضد فيرونا بنتيجة 3-2 في نهاية الأسبوع لينفرد بالصدارة. كمان رفع نابولي يعني رصيده إلى 12 نقطة متفوقا بنقطتين عن قطبي ميلانو وإنتر الذي حقق فوز كاسح طبعا بنتيجة 6-2 على بولونيا وميلان، وثلاث نقاط عن نادي العاصمة روما، فيما طبعا تجمد رصيد أودينيزي عند 7 نقاط في المركز الثامن بعد خسارة أولى للفريق الشمالي هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل أمام يوفنتوس في المرحلة الافتتاحية. آخر أخبارنا النهاردة من رياضية السعودية: القضاء يهدد يوفا بعقوبات مالية. طلبت المحكمة التجارية في مدريد العاصمة الإسبانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طبعا بإلغاء كافة الإجراءات العقوبية المفروضة بحق أندية برشلونة تحديدا وريال مدريد وكمان يوفنتوس الإيطالي على خلفية تمسكها بمشروع دوري السوبر الأوروبي، ونشر ذلك طبعا في الموقع الإلكتروني للاتحاد. كمان كان مشروع دوري السوبر يعني تقدم بطلب أمام المحكمة التي سجلت فيها الشركة التي ستطلق الدوري لمنع الاتحاد الأوروبي من إلغاء الإجراءات العقابية كمان يعني التي شرع فيها لمخالفتها قانون التجارة الحرة الأوروبي وطبعا اللي بيحظر الاحتكار. وأصدر القاضي مانويل رويز يعني حكم مساء
أمس الأول طالب فيه الاتحاد الأوروبي طبعا بتنفيذ قراره خلال 5 أيام، وإلا سيواجه غرامات مالية طبعا يعني بتهمة إصدار أحكام القضاء. دي كانت أبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك جزيل الشكر لزميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية، وطبعا ميرسي جدا ليكي ولذوقك على معايدتك الحلوة، ما تحرمش منك. شكرا. هما دايما بجد المراسلين عندنا ذوق جدا وبيبقوا حريصين في كل عيد ميلاد وفي كل مناسبة. لا حقيقي بجد شكرا ليكم جدا على هذه التغطية. طيب يعني دي كانت فقرتنا الأولى اللي هي الإخبارية، حاولنا ان احنا نعرض لحضراتكم كل الأخبار اللي تهمكم الخاصة بيه طبعا الفريق الأول بالنادي الأهلي والرياضات المحلية والعالمية والأخبار أكيد المهمة على الساحة. خلينا بقى نروح فاصل ونرجع ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم واول فقراتنا الحواريه، وخلينا نقول كده ان في حاجات كتيره جدا بتسعدنا الحمد لله. الرياضه المصريه برده في تطور مستمر، ويمكن وش البرنامج ده برده حلو لان ضيوفنا لما بييجوا في 10 الصبح في الاهلي بجد والله ده لحد دلوقتي يعني بيبقى فيه فوز بعد كده في البطولات اللي بيواجهوها، فحاجه محترمه جدا. وبنتكلم عن منتخب مصر الكيك بوكسنج وفوزه بالبطوله العربيه والافريقيه، حاجه مشرفه جدا. بس نعرف بقى الرحله والكواليس وغيره. خلينا نرحب بس في البدايه بكابتن محمد صبيح رئيس اتحاد كيك بوكسنج. يا صباح النصر بقى، خلينا نقول هنا تستحقها، هنا في محلها. صباح الورد. صباح الورد مستر كريم، صباح يوم مبروك ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. وطبعا زي ما هواند بتقول اكيد يعني الانجازات دي ليها كواليس وراها مجهودات كبيره، عايزين يعني على قد ما نقدر نلخصها كده في لقائنا مع حضرتك. ولو تسمح لنا نبتدي بتكريم الامس من السيد وزير الشباب والرياضه وانعكاس هذا التكريم على اللاعبين والمسؤولين. بس انا عايز اوصل حضرتك دكتور اشرف صبحي بالنسبه لنا مش مجرد الوزير، احنا تعاقب حياتنا الرياضيه عشنا طول حياتنا في الملعب، فتعاقب علينا وزراء كتير. لكن انا عارف انك عارف قصتنا، احنا حكيناها قبل كده بس بريف سريع. احنا رياضه قعدنا 20 سنه نبحث عن كيان، عارف امر صعب قوي، فيجي وزير قوي، وزير مهتم بالتفاصيل الرياضيه، وزير مهتم بالالعاب الاخرى غير كره القدم، يعني كره القدم وغيرها. فالعابنا الفرديه كانت كتير قوي بتتظلم، وجي ينتصر لنا وتعمل لنا اتحاد. فهو ليه عندنا معزه غير عاديه عند كل ولاد لعبه الكيك بوكسنج في مصر. اكيد. فلما بيستقبلنا احنا احد انجازاته هو كوزير. ليه؟ لانه في عهده انشئ اكتر من اتحاد رياضي، احنا واحد منهم. صحيح. واحنا في سنه واحده قدرنا نعمل اكتر من انجاز، مش البطوله العربيه بس، احنا عملنا البطوله الافريقيه، جبنا اول كاس افريقيا. والبطوله العربيه جبنا اول سيدات في البطوله العربيه للكيك بوكسنج، وتاني رجال في اسلوب الكي 1. في عملنا نظمنا بطوله افريقيا للسامبو على ارض مصر، وكان في يعني دعم غير عادي. كل نقطه من دول تحتاج حوار كتير، بس اتبلور بس بدايه قويه كمان للنشاط الاتحاد. طبعا حضرتك فاكر احنا لما جينا قلنا ان احنا عندنا حلم كبير ان احنا نثبت للعالم ونثبت للمصريين اللعبه دي هي افضل لعبه في مصر. اجتهدنا ان احنا نوصل في كل مكان في الجمهوريه، كل مركز شباب، كل نادي، بقينا الى حد ما اي ولي امر يقدر يبحث عن الكيك بوكسنج هيلاقيه موجود قريب منه، اي جيم خاص هتلاقينا موجودين. ثم حاولنا نعمل منتخبات لمراحل المختلفه، منتخبات للبراعم، للناشئين، للشباب، للكبار. معظم الالعاب بيهتم بس بالدرجه الاولى، لكن احنا حاولنا نوزع مجهودنا على كل المراحل. لما جينا نختار منتخبات قوميه اخترنا الاصغر سنا، يعني لو تساوى الاثنين في المستوى لا هاخد الاصغر اللي هيقعد معايا فتره اطول. لما جينا نعمل اعداد التصفيات مره واثنين وثلاثه واربعه، انا مش متوفر ليا اقدر اطلع اكتر من معسكر دولي او اقدر اطلع اكتر من لقاء دولي، فكانت لا معلش المعسكرات الخارجيه يعني مش متوفره ولا لا محدوده؟ لا احنا اتحاد جديد موارده الى حد ما لسه محدوده. اوكي. يعني الناس بتحسدنا ان احنا سبقنا بالتزامن كمان مع موضوع كورونا، وده اكيد يعني ليه برضه انعكاسات. تمام. هو الناس شايفانا بنعمل نشاط كبير وبيجي لنا اعداد كتيره، فده بيوفر لنا ماليات الى حد ما مناسبه، قدرنا ندير مواردنا صح عشان نقدر بدل نستعد برضو للبطوله على الاقل. بس ما اقدرش اطلع معسكر خارجي لان معسكر خارجي ميزانيته بالنسبه لي كتيره، فكان معسكراتي الداخليه التجارب المختلفه مع اللاعبين المختلفه مع افضل العناصر جوه منتخب مصر لحد ما حددنا هم دول اتعمل لهم اعداد مناسب، اولا في معسكر مفتوح ثم معسكر مغلق. هم دول اعدادهم ما كانش اعداد بس مهاري او بدني، لا اعداد مهاري وبدني ونفسي على اساس ان الاولاد دول في اول مشاركاتهم يقدروا يعملوا نتيجه كويسه. لما طلعوا كاس افريقيا فاجئوا الدنيا كلها، مصر جت اول افريقيا.
مفاجأة يعني، عارف حضرتك هي دي مش أول مرة تحصل فعلا في رياضة لسه بتكون يعني ناشئة أو يعني لسه إيه بتاخد وضعها في مصر، بس بتروح وتلاقي مصر حصدت اللقب أو البطولة أو الميدالية الذهبية فيها أو في حاجة برضو مختلفة. لا في حاجة والله العظيم بجد، ده فرشور فيها حاجة حلوة، وفي حاجة فينا احنا حلوة برضو كمصريين على فكرة. الإرادة يعني ممكن تعدي بيها شوط كبير قوي عن استعدادات بدنية وغيره وغيره. لا الإرادة غير، السمات النفسية اللي عند أولادنا، السمات البدنية اللي عند أولادنا، الإصرار، عزيمتهم ان هم يعملوا حاجة، ده دافع كبير جدا مع شغلنا احنا كاتحادات، وبنحاول نوفر لهم الجو المناسب. الى انهم رجعنا استعدينا اكتر. البطوله العربيه عندنا صعبه شويتين ثلاثه لتفاصيل يمكن مش حابب اكلمها قوي، بس هي في تفاصيل يعني. لما طلعنا اصعب من افريقيه، اصعب لاسباب. فلما طلعنا البطوله العربيه البنات ما حدش واقف قدامهم، دايما حابب اسال البنات ما حدش واقف قدامهم. يعني عايز اقول لك البنات اللي بره العرب بيقولوا انتوا مش عندكم بنات، يعني مش عندكم بنات، ده البنات عندكم زي الرجاله. الواقع يعني هناخدها از كومبلمنت، يعني هناخدها مجامله مش مهم. في الاصرار البنات زي القمر، ما ازعلوا مني ولا حاجه. لا هو مش كلامك، لا اقصد في الاصرار، في عزيمتهم، في يعني في قدراتهم. بتلاقي مقاتل بيلعب، يعني انا عايز اقول لك اللي بيكلمني ده مين، اللي هو الخصوم، الاولاد الاول المنافسين، البنات المنافسين. احنا انتوا جايين يعني بروح علينا يعني حاجه عظيمه. وبعدين احنا كده يعني من خلال الانجاز الاخير ده نقدر نستنتج او يعني نستشف كده وضعنا في الرياضه دي عربيا وافريقيا نتيجه الانجازات. طيب عالميا بقى احنا فين؟ يعني اصدقك القول، الامر في بطولات العالم امر صعب. احنا كان زمان الكيك بوكسنج منظمات، فكان كل حد بيروح يلعب الدور الثمانيه دور الاربعه يجيب ميداليه ويرجع. دلوقتي احنا بقى عندنا اتحاد دولي وتم الاعتراف بيه اولمبيا، بقت لعبه في اتجاهها للاولمبياد. طيب اللعبه دي بقينا نلعب بطولات العالم من الدور ال 128، يعني الولد عشان يبقى بطل عالم مش هيلعب له اقل من 7 ماتشات. عشان يبقى بطل عالم الامر ما بقاش سهل، والدول بتعد كويس ولادها للمنافسه دي. واحنا كدوله جديده قديمه عندها خبرات لكنها جديده في كيانها، حابب اعمل نتائج، حابب الامر ما يبقاش مقصور على على نتائجنا عربيا وافريقيا. ودي تعليمات معالي الوزير على فكره واحنا قاعدين امبارح. احنا عربيا الحمد لله، افريقيا الحمد لله، بس طموحنا عالميا الناحيه دي بقى لازم نعد الولاد اكتر من مره على احتكاك دولي مناسب للحدث اللي هم يلعبوه، لان الموضوع مش سهل. يعني هنا الموضوع مش سهل، هنا الموضوع ان الولاد دول لازم يؤهلوا بشكل مناسب لحدث زي بطوله العالم. فانا في خطتنا شبابنا دول هيطلعوا اكتر من لقاء دولي او اكتر من بطوله دوليه اقل من بطوله العالم، لحد ما يحسوا هم جواهم ان هم قادرين ياخدوها بجد، لحد ما هم يحسوا ويؤهلوا لده بجد، ياخدوا الخبرات الكافيه لراجل بطل عالم. وان شاء الله يكون. انا بكلم حضرتك مش من واقع ان انا رئيس اتحاد، من واقع ان انا كنت في يوم من الايام فني وفي يوم من الايام مسؤول عن المنتخب القومي، وعارف قد ايه هم محتاجين الاعداد المناسب عشان ما نروحش ونفرح بميداليه. ايوه احنا عندنا ابطال جمال، انا عارف احمد اسماعيل بيتفرج عليا، بطل جميل كل بطوله يطلع يجيب 2 دهب رائع، وعندنا بنات جمال كسروا الدنيا. ولكن انا عندي امل بفريق. انا عارف الناس بتبص الكلام ده المتخصصين في الرياضه في العالم اللي بيسمعنا من العرب، واحنا ممكن يطلع يعني يقولوا كلامي صعب، لكن انا بحلم ان مصر تطلع تعمل ترتيب عام في بطوله العالم، وحلمنا ده قادرين نحققه ان شاء الله لو اشتغلنا عليه بشكل صحيح. فكره النهارده ان اولادي يتربوا على فكره النهارده بمركز ثالث، النهارده بمركز ثاني، فكره النهارده يبقى عندي ميداليه واحده، انا ده مش لا يرضي طموحي. طموحنا ان احنا نطلع نقول للعالم ان الابطال المصريين في رياضه الكيك بوكسنج هم الاقوى، فانا بعدهم بالشكل ده، وان شاء الله نبقى نعمله باذن الله يكون ان شاء الله. خلينا نروح لبطوله العالم اللي فاز بيها العقيد ابو ستيت، وهذا اللقب برضو اللي اكيد يشرف، فخلينا نعرف برضو. بس يعني هو في ميس اندرستاند في الاعلام، احنا عندنا الكيك بوكسنج ليه اكتر من شكل واكتر من اسلوب واكتر من طريق. نعرف بقى من حضرتك المعلومات دي. في اساليب للكيك بوكسنج ده موضوع، وفي موضوع تاني الشكل اللي يدار بيه الكيك بوكسنج. في شكل الهوايه وشكل الاحتراف. شكل الهوايه زي بطولات العالم الوكمه اللي حضرتك بتشوفيها، او يعني اللاعب لابس ادواته الحمايه كامله، الهيد جارد والجلافز الشين جارد، ادواته كامله وبيلعب الرياضه بتاعتنا. شكل الاحتراف ده شركات عالميه
تنفذ حدث مثلا محمد علي كلاي بيلعب فلان تحدي، فاحنا بنسميه لقاء احترافي دولي، نقدر نقول ده لكيان اسمه اير فورس 1. اتعمل اللقاء الاحترافي الدولي ده بين الكابتن محمد عبده وكابتن واللاعب بطل نيكيتا من روسيا. كابتن محمد عبده فيه من مميزات ان هو من يعني يمثل القوات المسلحه المصريه، رجل ذو علم، فاتعمل المباراه وطبعا اسعد المصريين. لكن انا بتمنى ان يبقى ده التواجد الاعلامي باستمرار، يعني اون تايم جه نقل الايفنت بشكل كامل. المصريين شافوا الشكل الاحترافي للعبتنا، وده مكسبنا كرياضه. الشكل الاحترافي للعبتنا، لعبتنا حضرتك بتشوف مصارعه المحترفين، بتشوف قد ايه الابهار اللي موجود فيها. الكيك بوكسنج على مستوى الاحتراف كده. انا عايز هنا اقف عند نقطه، في حاجه اسمها الاستثمار الرياضي اللي بتبحث عنه الاستثمار بشكل عام، اللي بتبحث عنه الدوله وتطويره، ويبحث عنه وزير الشباب والرياضه، وانا فتحت الموضوع ده معاه بشكل خاص في اجتماع خاص. الاستثمار الرياضي، ازاي الرياضه دي تبقى منتجه. ايوه، احنا الرياضي في الكيك بوكسنج في العالم في قنوات كامله بتشتغل عليها، في قنوات اسمها قنوات كيك بوكسنج، في برامج فندم، في برامج كامله. ده 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 في الخارج يعني. استاذ نهاوند في الخارج واستاذ كريم في الخارج، يعني بنفس الشكل كده يطلعوا مع الابطال بتوعنا ويعرضوا ماتشات للكيك بوكسنج اللي ليه شعبيه كبيره في العالم. احنا عايزين هي الرياضات القتاليه عموما ليها رونق كبير عند ناس كتير حتى لو مش بيمارسوها، بس ده في ما وصلش للاعلام المصري. يعني الاعلام المصري ما طلعناش التصور ده، برنامج متخصص للكيك بوكسنج الناس ما تعرفش. احنا عايزين نوصل للتصور ده، عايزين نعمل برنامج ده او يبقى لينا قناه زي ما موجود في العالم تعرض ولادنا بس قناه للكيك بوكسنج. يعني بتهيألي صعبه، لان الكيك بوكسنج مش هيبقى في، يعني القصه عايزه رياضه مستمره، مش كل شويه هيبقى في بطوله، ومش كل شويه هيبقى في حاجه اقدر ان انا اخد منها منتج. ما انا ازاي هفتح قناه خاصه للكيك بوكسنج؟ المنتج اللي انا بعرضه على المستثمرين في مصر ويفكروا في اللي انا بقوله. يبقى ضمن شيء، يا برنامج مثلا خاص على الكيك تقريبا بوكسنج. كل اسبوع عندنا احداث وطبعا في احداث محليه واحداث دوليه وفي احداث عالميه تقريبا كل اسبوع. بس انت عشان تشجع حد ان هو يطلق قناه متخصصه في الرياضه دي بالتحديد، لازم تبقى الرياضه دي ليها قاعده جماهيريه عريضه قوي تضمن وجود معلنين يعني، وتضمن نسب مشاهده مرتفعه. طب تعالى نبدا واحده واحده يعني. انا ما قلتش مره واحده قناه، برنامج ثم قناه. تصور موجود في العالم نتمنى نعمله. المجال الاحترافي مجال مفتوح، احنا في العالم اكننا زي السينما، زي ما الناس بتروح تتفرج على السينما كل يوم خميس، ولا احنا في الكيك بوكسنج في العالم كده. في لما تمشي في تايلاند في ناس كل شارع تلاقي فيه كيك بوكسنج. احنا عايزين نمشي في الطريق ده، نمشي في الطريق ده ببرنامج في البدايه والامر يتطور. الاستثمار في المجال ده، المجال دوت ليه مشاهدين، ليه ناس متابعين، مش عايز ادخله في جو المراهنات في العالم حاجات زي كده، ولكن عايز ادخله في الجو اللي يخلي الناس مرتبطين بابطاله. الكيك بوكسنج امر مختلف، الكيك بوكسنج شعبيته بالمليارات، يعني البشر ليه ناس بتتفرج عليه، شوف احداثه. طيب اعملوا سيرشنج عليه، شوف كده كام واحد بيروح يتفرج على مباراه. انا عايز اسال حضرتك ازاي نستغل هذه الشعبيه في ان انا اعمل استثمار رياضي في هذه اللعبه تحديدا. الاول احنا انتشرنا ولا لا؟ احنا موجودين في مصر، يعني كل نادي، كل مركز شباب، كل جيم خاص هتلاقيه في كيك بوكسنج. الهدف ان احنا نخش كل بيت، اجيب سبونسرز مثلا، يعني رعاه بشكل مكثف يقدروا يساعدوني، يعني عشان زي ما حضرتك بتتكلم بقى اللي هي المعسكرات الخارجيه، اروح بقى الليفل تاني خالص عالمي مثلا. تقريبا وانت حضرتك بتتكلمي حطيتي خط، لو انا في سبونسرز، لو انا بقى في احداث بشكل منتظم، لو انا كاتحاد كنت بكلم عليه الوزير امبارح، فندم احنا ممكن نعمل ايفنت كل، يعني نعمل ايفنت بشكل مستمر. قال لي نقدر نعمل كل شهر حدث دولي، ولا واحنا ندعمكم، مش ندعم الدعم المادي يكفي ان هو دعم الجيش. حتى لو الحدث استعراضي مش بالضروره يكون تنافسي، هو ده بيحصل في الاحتراف، برضه في جزئيه استعراضيه في الرياضه، ده بيحصل في الاحتراف اوقات، لكن احنا عايزين نعمله بشكل تنافسي. مصر والمجر، مصر وايطاليا، مصر وامريكا، مصر وروسيا. يبقى لقاءات مستمره تضمن لينا التميز. انا ببحث عن ده، عندنا حلم ان ده يكون موجود ان شاء الله. عايز اقول لك الرياضه دي انتشرت في مصر بشكل كبير، احنا محتاجين الاعلام زيكم يبقى عنده الوعي انه يحطنا بشكل مناسب. محتاجين انتوا الاهلي، النادي الاهلي، نادي الانديه الكبيره في مصر عارفه ان اولادها عايزين يلعبوا كيك بوكسنج، عارفه. طب ليه ما تحطش ده في اولوياتك؟ احنا بنبحث عن ده وبنحاول نطوره. ممكن بعض الناس لسه مش مصدق اللي بنقوله، بس انا بقول لك مستر كريم، مستر هوان، في يوم من الايام
هتلاقونا موجودين وبرنامج وبينافس. احنا هنسعى ما هو برنامج تماما مقتنعة جدا بس فعلا. مش قناه يعني انا بكلم حضرتك من في المرحله دي انا موافق يعني. بس قولوا لكابتن الخطيب يعني يعمل لنا برنامج عندكم ولا ده في بلان بقى حضرتك حطيتها ماشي. طب برضه يعني كشكل من الاشكال يعني الاسهام في زياده انتشار الرياضه دي وخصوصا ان هي الى حد ما برضه من الرياضات اللي كتير من اولياء الامور بيحبوا ان ولادهم يمارسوها من منطلق ان دي حاجه هتبنيهم جسمانيا وهتبني شخصيتهم وهتخلي عندهم ثقه كافيه بالنفس الى اخره. فتقول ايه لاولياء الامور اللي عندهم اطفال سن مثلا 8 9 سنين او قبل كده لو الرياضه دي فيها مساحه لنا ان سن مبكر عندها كمان يبتدوا يمارسوها؟ هو احنا بنبدا الرياضه من امتى؟ بنبدا من 4 سنين. انا اسف كمان وبرده عايزين نعمل ستريس على تفصيلك ان انت عندك شق برده من اولياء الامور الود والدوم ان اولادهم يمارسوا الرياضه دي بس خايفين عليهم لان هم شايفين انها رياضه قتاليه ممكن ينتج عنها اصابات لابنهم. حاضر يا وردة. احنا نبدا الرياضه من امتى؟ ابنك عنده 4 سنين تقدر تجيبه يتمرن. 4 سنين بدايه. 4 سنين يقدر يتمرن. بيخش منافسات من امتى؟ من اول 7 سنين. كويس. الرياضه دي رياضه تخوف وجامده وبس كده؟ لا، الرياضه دي ليها اشكال كتير مختلفه. عايز اقول لك ان في منها اقصر قوه زي الكي 1 الفول كونتاكت اللوكيك اللي بتتابع على الحلقه، وفي منها اقل قوه زي اللايت كونتاكت والسيمي كونتاكت، في منها يميل الاستعراض والشكل الجميل زي الميوزيكال فورمز، حد بيطلع اكنه باليه او جمباز، حد بيطلع يادي حركات على الهواء مع نغمات الموسيقى في شكل استعراضي جميل. فيبقى انا اقدر اودي اولادي لو عندي 3 اولاد زي الكوميتيه كده في الكاراتيه مش كده برضه؟ الكوميتيه في الكاراتيه سوري الكاتا الكاتا والكوميتيه ده شكلين. احنا عندنا برضو الاشكال دي بس باكثر ابهارا. الكيك بوكسنج لما اتعمل في العالم كان الهدف منه تطوير رياضه الدفاع عن النفس، فهو اكثر ابهارا كموجود. يبقى انا اقدر اودي اولادي لو عندي 3 4 اولاد مختلفين الامزجه اوديهم يلعبوا كيك بوكسنج، كل واحد يلعب في مجالات مختلفه. رياضتنا للاولاد والبنات، رياضتنا للكبار والصغيرين. مش الهدف دايما ان 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 اللي يلعب رياضه يبقى مقاتل ويحارب ويكسب ويفوز، لا، في هدف تاني للممارسه. بلعب رياضه فور شيرنج، بلعب رياضه في للاستمتاع. القوه كمان القوه موجوده والدفاع عن النفس موجود وللياقه البدنيه في ناس بتستخدمها يعني على نغمات الموسيقى فتنس وان هم بيخسوا انا عندي بنات صحابي بياخدوها هوايه يعني كيك بوكسنج. مش بقول لك انتشرنا؟ لا بس الحماس اللي عند حضرتك ده حلو جدا وربنا يوفقكم بجد ومشرفنا طبعا مره ثانيه. تحيه لكل المنتخب، منتخب مصر كيك بوكسنج، وهذا الفوز العظيم جدا واللي اسعدنا كلنا كمصريين. مزيد من التالق بقى يا كابتن ان شاء الله في الفتره اللي جايه. في اي حاجه عايز تقولها قبل ما نختم؟ لا يعني نقطتين ثلاثه سريع. اتفضل. كيك بوكسنج بدا في 1.5 سنة انتشر في كل مصر. الكيك بوكسنج في الموسم اللي فات احنا اول عرب اول افريقيا. في الموسم اللي جاي احنا بننافس في بطوله العالم ان شاء الله، ده على مستوى النتائج. الكيك بوكسنج رياضه، بدعي كل ولي امر في مصر لا ودي ابنك وخليه يجرب رياضه الكيك بوكسنج، هيبقى هيلاقي نفسه فيها. الكيك بوكسنج مش لعمر واحد، الكيك بوكسنج لكل الاعمار. احنا بنبحث عن الاستثمار الرياضي في الكيك بوكسنج، احنا بنبحث ان احنا نعمل برنامج متخصص في الكيك بوكسنج. احنا بنتمنى مع بعض ان الكيك بوكسنج تبقى الرياضه الاولى في مصر وبندعي كل شعب مصري يتابعها. ربنا يقدركم. حلو ده. توصلوا للامال المنشوده دي. سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا كابتن محمد صبحي. نورت الدنيا. شكرا ليك يا فندم. هنروح فاصل سريع وهنرجع لاخر فقراتنا الحواريه النهارده وهينضم لينا كابتن محمود صالح. خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا بطبيعه الحال بعد خساره الدوري ومباراه السوبر بالامس لازم يكون في وقفه، لازم نحط عينينا وايدينا على الاخطاء اللي حصلت عشان نحاول نعالجها. ودي من سمات الكبار، والنادي الاهلي نادي كبير وعريق ونادي تقيل وليه يعني عنده من الانجازات والنجاحات والبطولات والكؤوس والدروع ما يكفي للمستقبل كمان البعيد. ولكن برضه من ضمن السمات المميزه جدا للنادي الاهلي والمميزه فيه فكره النهم فيما يتعلق ب اي بطوله نشارك فيها، ايا كانت هي بطوله ايه، ايا كانت هنلعب من خلالها مين، ايا كان بتقام فين، احنا في الاخر لازم نرجع بلدنا ومعانا الكاس. فعشان نستمر في هذا الامر وخصوصا ان احنا كمان داخلين على دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، فلازم نتكلم وباستفاضه عن الاخطاء عشان نحاول نعالجها. ده اللي هنحاول نعمله في فقرتنا دي اللي منورنا من خلالها كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق واللي هنسعد اكيد بوجوده معانا. اهلا بيك يا كابتن، منور الدنيا. يا كابتن محمود صباح الخير في البدايه على حضرتك، وهنترك ليك بقى الكلمه تعقيب على امس واللي جاي ان شاء الله، يعني شايفه هيكون الوضع ازاي؟ طبعا الفترة السابقة احنا ممكن قدمنا فترة مثالية بالنسبة للأداء والنتائج. صحيح. دوري وكاس وسوبر افريقي وبطولتين افريقيا وثلاث العالم ومونديال بالظبط.
لعبنا على المركز الثالث والرابع مالميراس، بطل جنوب يعني امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل. ما فيش شك كانت انجازات كبيره، في هبوط في الاداء مع نهايه الدوري ومباراه السوبر المصري، ما فيش شك اكيد في اسباب يعني الاداء بهذا الشكل طبعا. واعتقد المسؤولين طبعا على راسهم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي ومشرف العام على الكوره، في الفتره اللي جايه دي لازم كله يكتب تقرير مهم جدا، المدير الفني يكتب تقرير، مدير الكوره يكتب تقرير، المعد البدني او المسؤول عن الاحمال التدريبيه البدنيه يكتب تقرير، كابتن الفريق بيقعد مع اللعيبه ويكتب تقرير، بتجمع هذه التقارير كلها، يعني كل واحد من المسؤولين دول يكون معاه كل التقارير. يعني المدير الفني مع التقرير بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ وتقرير كابتن وهكذا يعني. وتناقش هذه التقارير. نعم. ويتناقشوا بقى في التقارير. المهم يقروها الاهلي. يعني انا مهم جدا انا ككابتن الخطيب طبعا مش فاهم على الكوره، التقارير كلها تبقى موجوده عنده، وكذلك كل التقارير نسخه من التقارير لكل الاشخاص المعنيين. المعنيين اللي هم ماسكين المناصب القياديه، دي مهمه جدا. وبعد كده زي ما حضرتك قلت تتقدم بقى، يبقى في حوار مفتوح والقيادات دي بتجتمع مع بعضها وكل واحد بيقول رايه، بيوصلوا ايه المشكله فين؟ هل في اجهاد مثلا؟ هل بعض اصابات اللاعبين غيابهم مؤثر؟ هل الفترات بين الموسمين دول غالبا هي مش كل الاحداث بتبقى معروفه يعني، ممكن لاعب يكون جاله عقود، انت عارف مستوى الطموح زاد عند اللعيبه دلوقتي. كله عايز يعني محمد صلاح طبعا بقى نجاحه بيدي مثل وامل وطموح لكل اللعيبه، كله عايز يعني يجي له فرصه. طبعا الطموح ده بيجي متدرج، انا عايز ابقى لعيب اساسي بعد كده ابقى لعيب دولي، عايز احترف في الخارج في اوروبا في دول الخليج. الناحيه الماديه بقت مهمه للعيبه برغم بياخدوا يعني مبالغ كبيره جدا، بس برضو عندهم طموح يجي له احتراف خارجي. ممكن دي برضو عامله نوع من عند اللعيبه عدم التركيز. بس حضرتك بتقوله ده كله يندرج تحت بند التكهنات العامه واللي يعني هيتكتب تفاصيلها في التقارير المختلفه. تقارير حضرتك انت شخصيا ايه؟ رؤيتك انت شخصيا ايه؟ شايف ايه الاسباب اللي ادت لهذا الامر؟ هو شوف عايز اقول لك حاجه، واللي بعيد عن الاحداث مش هيبقى يعني عارف تفاصيل بالظبط، يعني ممكن يتوقع. هي ممكن النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي ممكن تكون كلها مؤثره. ممكن اجهاد، ممكن غياب بعض اللاعبين، ممكن مستوى الطموح عند اللعيبه وقف عند النقطه دي. احنا لعبنا 7 بطولات او 6 بطولات كنا وكسبنا 5، انجاز كبير، لازم مستوى الطموح يزيد. انا طالما بحقق حاجه الهدف بيزيد مع تحقيق طبعا الطموح نفسه بيزيد. ممكن تكون دي السبب. النقطه الثانيه ممكن لعيبه مشتته، جاي لها احتراف خارجي، لعيبه اساسيه في الفرقه، في لعيبه مجهده، في لعيبه عندها اشباع، ممكن لعيب يبقى بيستكفي. انا هي دي بقى النقطه الوحشه في الموضوع، لان البعض امبارح كان بيتكلم او شايف، ودي بعض الاراء يعني اللي طرحت، ان اللعيبه مستكفيه، اللعيبه مش عايزه تعمل اللي عليها، اللعيبه يعني بتلعب بثقه زايده. الكلام ده اتقال امبارح. طبعا ممكن هو الموضوع يعني اتجاهه طبعا نواحي نفسيه وتركيز نواحي ذهنيه، هي دي المؤثره يعني. بس هو من امتى لعيبه النادي الاهلي ولا النادي الاهلي نفسه بيستكفي؟ ما دي احيانا بتحصل لك بقى، يعني بتبقى مهما كنت مشبع تحدث مشكله امتى بنستكفي؟ لا طبعا المفروض بس الظروف اتغيرت، مستوى البطولات عالي وعدد البطولات كتر وعدد الماتشات كتر، غير ايامنا احنا او الاجيال حتى اللي بعدينا شويه ما كانش فيه مستوى الطموح بهذا الشكل، ما كانش فيه احتراف خارجي. ايوه ما كانش فيه ما كانش فيه طموح مادي حتى. ايوه اللي عايز يحترف خارجيا لازم يولع الدنيا داخليا من الاول بحيث يجبر الاخرين على طلب ضمه. ايوه بس انت في حاجات نقط كتير قوي بتفكر فيها، نواحي ماديه، احتراف خارجي. يعني حضرتك عايز تقول ان اللعيبه وهم في مباراه امبارح مثلا كانوا مشتتي الذهن، ان هم بيفكروا في النوع ده من الامور؟ ممكن بعضهم، مش لازم كلهم. كل يعني في لعيب بيبقى طبيعه اللعب تختلف من اخر من لعيب لاخر يعني. في لعيب بيوصل النواحي الماديه دي اساس عنده، وفي لعيب بيبص اللي عايز يرتقي بمستواه ويلعب في الخارج طموح يعني. أيوة. عنده دي ممكن دي تبقى حاجه عنده يعني. في لعيب بيبقى هو خلاص انا اساسي وحققت 5 بطولات في الموسم ده مثلا، فخلاص انا حققت حاجه كبيره وكفايه كده يعني، او ما عندوش بقى طموح تاني، يفكر في اللي جاي وجديد وعنده اصرار وعنده اراده ان هو يحقق بطولات اخرى برضو من الناحيه النفسيه. يعني هي كلها نواحي نفسيه وذهنيه يعني، لا هي عشان بنسبه كبيره ولا ممكن توصل 80 90%، انما لا هي مستوى
فني ولا مستوى لياقه بدنيه، ما اعتقدش دي بعيده تماما. احنا في نهايه موسم وكل اللعيبه في التوب فور. تحفظات فنيه؟ لا خالص، مش دي الاسباب. بس الاداء الفني طبعا قليل، او لا يرتقي ان احنا لمستوى لعيبه النادي الاهلي ولا المستوى اللي اقدر احفظ بيه بطولات. انما مش دي المشكله، اعتقد هي المشكله نفسيه وذهنيه، هي دي اللي مؤثره بشكل سلبي على اداء الفريق. طيب لو احنا اتكلمنا عن طريقه لعب موسيماني، برضو هقول لحضرتك ما طرح امبارح تحديدا. البعض انتقد طريقه اللعب، انتقد التاخير في التغييرات، انتقد عدم لعب بعض اللعيبه الاساسيه. البعض الاخر راى ان احنا بنلعب بنفس الاسلوب وهم خلاص حفظوه يعني، ومن اخر لقاء البعض بيقول ان لا، لازم الفتره اللي جايه يكون في تغيير شامل في التخطيط والتاكتكس وغيره. خليني وجهه نظر حضرتك كابتن محمود ايه بالظبط؟ لا ممكن كناحيه فنيه، بس في نقطه التغيير متاخر شويه ممكن. يعني ابتدينا لويس ميكيسومي او لعبة مش عارف اقول الاسم بالظبط، ميكسيوني يمكن ده كان تغيير في الدقيقه 60، ده اول تغيير. بعد كده التغيير بقى جت في اواخر الدقيقه 79 والدقيقه 90. يمكن ممكن تكون، اعتقد يعني التغيير كان ممكن يتم بشكل، يعني عندها تغيير خمس لاعبين ممكن يكون اتاخر شويه. يعني ايه، يعني بقول كناحيه فنيه ممكن تكون مؤثره بشكل مش بشكل كبير، انما هو شكل كبير. انا بتكلم اللي يتحمل الجزء الكبير هو اللعيبه، اللعيبه كل حاجه متاحه ليها، يعني امكانيات موجوده، تدريب، تشجيع جماهيري، بتلعب في نادي كبير، تركيز اعلامي عليك، معظم اللعيبه لعيبه دوليه، يعني مش ناقصك حاجه. هي بس الفتره دي اعتقد ممكن تكون حصل نوع من الاكتفاء بالبطولات زي ما حضرتك قلتي، ممكن يكون حصل نوع من تشتيت بعض اللاعبين ليهم دور كبير في الفرقه. لكن حضرتك ما حسيتش باي قصور في مساله التمركز بتاع اللعيبه في الملعب، في مساله عدم انهاء الجمل الهجوميه بشكل مظبوط، في مساله الشراسه الهجوميه؟ امبارح كان في استحواذ ملحوظ للنادي الاهلي بطبيعه الحال، يمكن ضعف استحواذ الفريق المنافس، ولكن نتيجه الاستحواذ ده كانت ايه؟ فعاليته وحجم الشراسه اللي فيه، هل ما كانش هل عندك اي رؤيه؟ ما كان... ما طبعا، ما هو حضرتك الجانب النفسي والذهني ده التركيز يعني والاراده، الصفات الاراديه لو انخفضت شويه الاداء الفني هيقل، والاداء يعني بشكل عام المجهود حتى البدني مش هيبقى بشكل كويس. دي اثرت ما فيش شك، ودي يمكن دي اللي وصلتنا. يمكن ما حصل، ما كانش في فرص كتير، بس كان في فرص التسجيل في الدقيقه 44 الانفراد بتاع مثلا محمد شريف كان سهل جدا يحرز فيه هدف. الشوط الاول، الشوط الاول بالظبط، مع نهايه الشوط الثاني برضو في كورتين عرضيتين جوه السكس يارده، لو الجنب كويس والتركيز مثلا كان بتاع حمدي فتحي وواحده ثانيه لمحمد شريف طبعا. من الجنب الشمال بتاعنا برضو الوان تو ده بين لويس وقفشه قفشه حطها في بطن رجله دي، لو برضو فيها تركيز كان سهل يحطها في الزاويه البعيده. وجت كره برضو على القريبه اللي برضو في اخر الشوط الثاني لمحمد شريف على الارض، اعتقد معلول اللي حطها له لو بالظبط الريتم بتاعه سريع شويه سابق وكان ممكن يلعبها بشكل افضل. يعني اقصد برغم كده في بعض الفرص كانت ممكن تنهي المباراه لصالحنا، وزي ما حضرتك قلت الاستحواذ كان في صالحنا، فرصنا اكتر يمكن هم ما تحت لهمش فرصه حقيقيه بشكل كبير. احنا كانت اهم فرصه بتاعت محمد شريف، الفرص برضو قليله، بس احنا كان في تفوق نسبي بيننا وبينهم يعني في الاداء وفي الفرص المتاحه وفي الاستحواذ يعني. انما في النهايه احنا مش ده مستوانا ولا ده طموحنا ولا ده مستوى اللعيبه بشكل فردي وبشكل جماعي. زي ما قلت اتكلمنا في البدايه، هي موضوع التقارير دي مهمه جدا، المكتوبه تتقري مهمه، وبعدين الاجتماع بقى طبعا يكون، ومهم جدا طبعا يكون كابتن محمود الخطيب يكون موجود في الاجتماع، واكيد هيكون موجود في الاجتماع. يبقى بس يبقى الموضوع فيه جديه وفيه اهتمام جدا، ويوصلوا بس للنقط المشاكل دي ايه السبب فيها بالظبط. قد يكون راي لعيبه او راي لعيب يكون صائب يوضح لنا نقطه، وقت مدرب او وقت او المسؤول طبيب الفريق ممكن، او الراجل المعالج اللي بيعد الناس المصابين، او ممكن يكون في مشكله عند اللعيبه مش واخدين الامور بجديه. في بس هو بدنيا احنا كنا عارفين ووصل المعلومات بتصريحات ان ما فيش اي مشاكل بدنيا، فنفسيا بقى ده شق تاني. بس يعني جاهزيه اللاعب ده اللي كان معلن عنه، ف
احنا فعلا محتاجين نفهم بالظبط فين المشكله. خليني برضو اروح مع حضرتك كابتن لنقطه ثانيه، وفي دلوقتي بنتكلم عن فرق يعني صعدت حديثا للدوري وكمان لعبت على فكره تدعيم صفوفها بصفقات جديده، فهل احنا نقدر نقول كده مثلا ان الموسم الجديد هنلاقي منافس مختلف الى حد ما، هيبقى في شكل مختلف للمنافسه؟ ما فيش شك الامكانيات الماديه بتتيح للفرق انها تضم عناصر على كفاءه فنيه، فاكيد المستوى هيزيد. يعني انا شايف فرق شركات وامكانياتها الماديه متوفره تقدر تجيب لعيبه حتى من الخارج، مفيش شك ده هيرفع المستوى واكيد ده التنافس هيزيد مفيش شك. تمام، الموسم القادم التنافس هيكون اقوى، هيكون اقوى يعني طبعا تنافس اقوى طبعًا. حتى الفرق اللي قريبه في المركز الثالث والرابع والخامس اعتقد يعني بحقق انا المركز برضه بقى عندي طموح احقق ده على صعيد تدر. المنافس على صعيد بقى احنا الاهلي عايزين نعرف احنا المفروض برضه يبقى شكلنا عامل ازاي، بس بعد الفاصل، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه ولسه الحديث يعني مستمر مع كابتن محمود صالح، وكنا بنتكلم قبل الفاصل مع حضرتك بنتكلم عن المنافس، المنافس بيدعم صفوفه، المنافس واضح ان الموسم الجديد مش هنواجه يعني منافسين ضعفاء او اللي احنا يعني نعرفهم من قبل، لا بالعكس هيبقى في منافسه مختلفه تماما، وده شيء اعتقد صحي جدا. على الصعيد الاخر هتكلم عن نفسي وانا كنادي اهلي، انا برضو كفريق محتاج اعمل ايه؟ يعني احنا صفوفه دعمناها، هل الفترة اللي جاية برضو محتاجين تغيير في الفكر أو غيره؟ خليني أعرف من حضرتك. احنا برضو في خلال حديثنا قلنا الموضوع الاجتماع اللي هيتم والتقارير المكتوبة وكل واحد معاه التقارير وابتدي اجتماع موسع يتم، أكيد هنوصل لسبب المشكلة وبناء على المشكلة نقدر نروح لها نحط الحل الأمثل. ما احنا قلنا ده وقت الدوري. أيوه بتكلم على الفترة الحالية اللي جاية دي، الاجتماع ده هيوجهنا صح، هيخلينا الفتره الجايه دي نقدر ان شاء الله يبقى ليها تخطيط كويس ونقدر نوصل لحلول تساعد ان المشكله دي تزول، اذا كان في جانب نفسي جانب ذهني جانب اي جانب اخر هتدينا فرصه كويسه، حتى هيبقى هيتخللها تقرير فني، قد يكون هناك بعض المراكز ممكن يكون في محتاجين فيها تدعيم. خليني اخد يعني او اقول سؤالي بطريقه ثانيه، هل حضرتك برضو من الكلام اللي طرح بالامس هل مثلا نعتقد ان ربما الجهاز الفني في الفريق محتاج يكون في مثلا دعم لعنصر مصري قوي؟ انا بقول لحضرتك الافكار اللي طرحت، هل مثلا ممكن فكر ثاني يحدث في التاكتكس؟ هل مثلا موسيماني يجب ان يدرس اكتر مثلا الفرق المصريه المنافسه؟ انا بحاول افكر بحضرتك فيما طرح. هو خلينا نقول بشكل عام يعني حتى احيانا بيبقى التغيير في الاشخاص القيادات بيبقى مهم بيعمل يعني تاثير ايجابي، والشرط يكون الموجود يكون يعني حلو او وحش يعني يعني مش مستواه ضعيف او بالعكس، هو الجهاز ده كله حقق نتائج الفتره اللي قبل كده بصراحه دي حقيقه يعني، ونتائج يعني محترمه جدا، احنا بالزبط. عندنا جهاز فني قوي يعني معلش تمام بالظبط، ده لازم نقر بده ودي حقيقه صحيح، ولاعيبتنا برده معلش كانت رجاله جدا يعني، ما نقدرش برده نيجي نقول يا جماعه ايه اللي احنا فيه ده ونيجي ننتقد بشكل، لا احنا عملنا برده شغل محترم معلش، ما فيش اي نادي منافس عمله يعني تمام. ده تاريخا يعني وارقام مش بنتكلم بس هبوط المستوى ده زي ما اتكلمنا برضو الهبوط بقى ده لانه بقى له فتره طويله، هي دي احنا بنتكلم في المشكله الحاليه بقى له فتره طويله، قد يكون زي ما حضرتك قلت ان التغيير القيادات مش عايز اقول اسماء بعينها يعني ممكن التغيير يبقى يدي دفعه جديده بتضخ دماء جديده، احيانا بيتولد نوع مع السنين الطويله العلاقه بتبقى هاديه بتبقى كلام مش مؤثر من القياده، لما يجي واحد وجه جديد بشكل جديد اعتقد ليه تاثير ايجابي طيب. قد يكون محتاجينها الله اعلم يعني. بالنسبه لمباراه الامس تعالى برضو هستاذن حضرتك نرجع لها مره ثانيه ونقف كده عند نقطه بعينها ونتكلم فيها، كان في العديد من الفرص المهدره يعني امبارح شفنا اكتر من فرصه راحت بما فيها على فكره كلمه المهدره دي بما فيها ضربات الجزاء الثلاثه تمام، حضرتك شايف ان اللي حصل ده كان عدم توفيق ولا كان تقصير؟ ده تقصير الاساس تقصير، لان المجموعه دي بامكانياتها تدي افضل من كده، فكل انك في هبوط في المستوى بقاله فتره
لازم يكون في تقصير. عدم توفيق ممكن تيجي في مباراة ماشي، كل فترة مباراة اللعيبة مش هتقدر، أو لعيب بشكل فردي مش هيبقى في التوب فورم بتاعته، بيجي وقت بيبقى التوب فورم في لا الجول. عشان نقول على هجمة معينة أو على تسديدة معينة إن كان فيها عدم توفيق، يبقى التسديدة اتعملت مظبوط واتحطت بالشكل المظبوط بالقوة المطلوبة في المكان المطلوب، ولكن لسبب ما يعني نتيجة بقى جودة الحارس، نتيجة القدر أيا كان، ساعتها بنقول عليه عدم توفيق. لكن لما يبقى فيه تراخي، لما يبقى فيه هبوط من الفريق كله، ازاي يعني؟ اصل مش معقوله ال11 لعيب غير موفق يعني. ممكن العب تختلف مباراه لاخرى، في اثنين لعيبه ثلاثه غير موفقين، انما في ثمانيه موفقين بيأدوا بشكل كويس ومؤثرين في الفرقه، وبتقدر تحقق اداء كويس بشكل جماعي وتحقق نتائج، انما مش 11 لعيب، مش برضو حتى البدلاء مش موفقين. لا، يبقى هنا في مشكله، وبرضه هنرجع تاني للموضوع التقارير وبتاع، دي هتوصلنا نتائج كويسه ان شاء الله. طب خلينا نسمع من حضرتك كابتن محمود، يعني التقارير هتطلع، عايزين بس نفهم منك، يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان اراء كتير وتحليلات مختلفه، استوديوهات تحليليه لبعض الزملاء في القنوات المختلفه طلعت وسمعنا كلام كتير جدا، فعايزين نفهم من حضرتك، احنا بنتكلم دلوقتي لان احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين الصالح لينا، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، بنتكلم عن الفريق بتاعنا، فاحنا نفسنا ان احنا نفضل ونحافظ على المستوى. زي ما حضرتك قلت، المشكله الحاليه دي هي مشكله حاليه لكن هتتحل باذن الله، واحنا واثقين وياما مرينا بحاجات زي كده والاهلي يرجع وقف تاني على رجليه، مش مشكله، بس احنا عايزين نعرف دلوقتي او بنتكلم علشان نقدر نحل. احنا بنقول مثلا هل الموسيماني يعني برضو امبارح ده قيل، وهاخد راي حضرتك بمنتهى الصراحه في ان اللعب امبارح ازاي بهذا الشكل وانا بهاجم مش عارف اجيب جول في الشوطين، يعني ما ده برضو عليه علامه استفهام في الاربعه بالاكسترا تايم بجول. زي ما الاستاذ كريم حتى ضربات الجزاء خمس ضربات ثلاثه ما وفقناش فيهم كتير، يعني نسبه طبعا نسبه كبيره يعني الحقيقه، يعني المفروض مع مش متوقع من ناس زي بدر بنون بصفه خاصه قفشه طبعا وقفشه، عشان كده ما فيش مسؤوليه على حد. انا ما اقدرش اجي الوم قوي موسيماني، ما اقدرش اجي الوم قوي اللعيبه برده كابتن محمود، صح كده ولا حضرتك ليك وجهه نظر؟ نلوم ما اقدرش اجي احط لوم على حد، يعني ما اقدرش اقول الغلط عند فلان او الغلط عند فلان، ما فيش الكلام ده. لا، بس اللعيبه تتحمل 80 90% من المشكله. المشكله عندهم. تمام، احنا قلنا حاجات كتير خلال حديثنا، يعني هي المشكله عند اللعيبه بنسبه كبيره، واعتقد لما دايما انا برجع لموضوع التقارير دي، يعني ودي حاجه مهمه جدا واكيد هتوصلنا لحل، وهيبقى فيها بقى شفافيه وفيها صراحه مع بعضينا، هل ممكن اللعيبه كلها تبقى موجوده ولا القيادات هي تجتمع مع بعض، موجود الكابتن محمود الخطيب مشرف عام الكوره، موجود المدير الفني، موجود مدير الكوره، موجود المعد البدني، موجود مدرب الحراس، موجود المدرب العام، موجود كابتن الفريق. اعتقد يعني مهم جدا من خلال يعني الحوار اللي يتم ده بشفافيه وبصدق هنوصل لحل. واحنا العيب مش العيب ده هو المفروض وقتي، ان احنا دي مش امكانياتنا الحقيقيه. لا يعني طبعا عشان كده الواحد ممكن بيكون بيتكلم، لكن عندنا امل وعكه وهتعدي، ده في الاول وفي الاخر النادي الاهلي يعني بالزبط. ده ما حدش عنده جدال في ده طبعا، بس هي مشكله بقى لها فتره مع نهايه الدوري بتخسر تعادل كتير، وعشان دي مش امكانياتنا الحقيقيه، ما هو ده اللي خلى الموضوع مستفز بالنسبه لناس كتير من الجماهير والناس اللي حضرت المباراه، يعني ان انت عندك لعيبه ثقيله يعني، وبعدين صفوف ودعمتها، اعارات ورجعتها، يعني ناقص ايه؟ يعني انا مش شايف ان في اي نواقص او اي حاجه تخلينا نشوف اللي شفناه. هو في نقطه يمكن جت في ذهني دلوقتي، هي موضوع التنافس داخل الفريق الواحد، دي مهمه جدا. يبقى في تنافس بين المراكز وبعضها. يعني في كل المراكز. طب ما انت عندك مثلا حد زي اكرم توفيق مع محمد هاني كانوا في وقت من الاوقات بيتنافسوا حتى في نفس المركز. تمام. يعني في وقت من الاوقات والاثنين عملوا شغل اكتر من ممتاز. تمام، في كل المراكز بقى لازم تتم. واكتسبوا ثقه كل الناس. قد يكون دي فيها تقصير شويه ممكن. يعني هي تدوير اللاعبين دي مش انت مش بتريح اللعيبه بس، لا انت برضو بتخلق جو التنافس بينها وبين بعضها، مهم جدا. يعني ليه ما بقاش مطمئن قوي يعني ان انا اساسي، ان انا خلاص بقى المكان ده بتاعي، لا. لازم تكون عندك سين من اللعيبه، انت لو مستواك هبط لا هتلاقي واحد بينافسك ويقدر يسد مكانك ويقدر يفرض نفسه كاساسي مكان، دي مهمه دي. وخد بالك هي الموضوع كمان منتقل
سوء الاداء للمنتخب مصر برضه، يعني دي برضه مشكله. حاجة تحط يعني الواحد يحط ايده على قلبه. بالمناسبه شايف تحركات الجهاز المسؤول يعني الجهاز الفني للمنتخب المصري عامل ازاي؟ وكانوا طبعا حاضرين الفتره قليله، ما يعني ما لحقناش نقدر نستبشر خير يعني ان شاء الله. ان شاء الله احيانا التغيير حتى لو انا على كفاءه واديت مهمتي يبقى لي سنه 2 3 4 وحصل تغيير في القيادات، ايه المشكله دي؟ ممكن يبقى في تغيير، اعتقد تغيير الوجوه، تغيير الاسلوب، التعامل، اسلوب الشغل، كل دي احيانا بتدي حماسه اكتر وتدفع اللعيبه اكتر وتزود التنافس بينهم، بتخلق جو التنافس يرجع تاني للفريق بين اللعيبه وبعضها. ومفيش شك الفريق اللي عايز يلعب على بطوله لازم اللعيبه يبقى في تنافس كبير بينهم وبين بعضهم، مهم جدا، مستويات متقاربه. وانا عندي لعيب اساسي وفي لعيب بديل، لا انا لازم اعلي البديل ده عشان يدي يبقى اساس، لازم اديله الثقه واهتم بيه زيه زي اللعيب الاساسي. ما دي جوانب نفسيه اللي احنا قلنا عليها برده في البدايه، قد يكون بعض الجوانب النفسيه يعني احنا برده ما نقدرش نحكم قوي، اللي هيحكم المسؤول اللي متواجد مع الفريق وعايش معاه. احنا بنتوقع حاجات معينه ممكن تكون ناقصه في الفريق هي اللي مأثره علينا وبتدي الاداء اللي هو فيه هبوط دوت. انما اللي حيدي المسؤول ما يجتمعوا اكيد هم عايشين مع الفرقه وملمين بكل حاجه بظروف كل يعني هم اللي يقولوا القرار في النهايه. يعني اتمنى ان نوصل لقرار صائب وحلول صح، نرجع تاني للروح والطموح والصفات الاراديه اللي بتميز بيها لعيبه النادي الاهلي على مدار تاريخه. ان شاء الله يحصل وفي اسرع وقت ممكن باذن الله. تشرفنا بوجودك معانا. شكرا لك يا كابتن محمود جدا، شكرا لحضراتكم على متابعتنا. ودي يعني خلاص كده حلقه اخر الاسبوع، بس خلينا نختم ونقول يعني احنا بنمرض وزي ما احنا عارفين لا نموت، ولما بنعود بنعود بقوه. واسال التاريخ. شوف حضراتكم ان شاء الله الحد القادم.